من امبارح لغايه النهارده اشاعات كتيره جدا وكلام كتير جدا. رمضان صبحي كبر يا جماعه ومش هيلعب في اولمبياد طوكيو لانه هيبقى فوق السن. قعدت يعني مش عارف اعمل ايه بصراحه. اشمعنى رمضان صبحي؟ و ما هو في ثلاث لعيبه تانيين هقولهم لحضراتكم على فكره. احمد رمضان بيكم وناصر ماهر هيبقى سنهم اكبر من سن المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، ولكن خلوني اقرا لكم اللائحه زي ما اتعودنا مع بعض، ان انا دايما بوري لحضراتكم الامور من المنطق اللائحي، مش كلام ولا معلومه بقول، لا ده لائحه. طبعا هم قالوا ان رمضان صبحي مش هيشارك مع المنتخب الاولمبي وان هو هيتم اضافته كلاعب ثالث او واحد من الثلاثه الكبار اللي فوق السن. وصلت الخيالات لاكثر من كده، ولكن الماده 13 من الشروط الخاصه، الماده 13 من الشروط الخاصه بالمشاركه في الاولمبياد تنص على ان يسمح لاي لاعب تجاوز سن ال 23 سنه المشاركه في البطوله. امتى يسمح له بالمشاركه في البطوله؟ حال اذا ما كان شارك في التصفيات المؤهله اللي هي بطوله الامم الافريقيه. يعني رمضان شارك ولا ما شاركش؟ رمضان شارك، يبقى هيبقى مقيد تحت 23 سنه او مع المنتخب الاولمبي بعيدا عن الثلاثه الكبار، ولا هيبقى من الثلاثه الكبار؟ هيبقى من مقيد في قائمة المنتخب الأولمبي، وهيحق للكابتن شوقي غريب إذا أراد استدعاء ثلاثة من اللاعبين الكبار، وقد يكون هو كابتن المنتخب برضه. محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل، ولكن دي لائحة مش كلامي. كالعادة دايما لما باجي أتكلم مع حضراتكم في مثل هذه الأمور بقول لكم اللائحة بتقول إيه، مش أنا، مش إسلام، مش قناة الآلاء. اللائحة بتقول مرة تانية، المادة 13 من الشروط الخاصة بالمشاركة في الأولمبياد تنص على أن يسمح لأي لاعب تجاوز سن ال 23 سنة المشاركة في البطولة. إمتى؟ حال ما إذا كان شارك في التصفيات المؤهلة. وهو ده ينطبق على رمضان وبقية اللاعبين وعلى ناصر ماهر. نتعب نفسنا بس شوية كده ونقرأ ونعرف اللوائح، وبعد كده نطلع نتكلم براحتنا ونقول اللي إحنا عايزينه. أنا دلوقتي قاعد مع حضراتكم بقول لكم اللائحة المادة 13 من الشروط الخاصة في اللائحة بتقول كذا 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 كذا. على الإنترنت، على جوجل، افتحوا جوجل وشوفوه. فالناس مش عارف، وبعدين حاطين دماغهم في رمضان قوي، ما هو في ناصر ماهر وفي أحمد رمضان بك وفي محمد صادق من الإسماعيلي بالمناسبة، وفي أحمد رمضان بكم وناصر ماهر. يعني محمد صادق من الاسماعيلي واحمد رمضان بيكم لو تم استدعائه وناصر ماهر. اشمعنى رمضان صبحي اللي مش هيلعب وهيتم اضافته والكلام ده كله؟ زي كده فاكرين لما قال لك اصل هو هيفضل مواليد 97 ولا مش هي معلش يعني. طيب عموما ده كان كلامنا عن المنتخب الاولمبي النهارده، المنتخب اللي فرحنا كتير جدا في خلال هذا الاسبوع. خلينا نطلع نشوف تقرير عن فرحة المنتخب الأولمبي وختم السعادة للجماهير المصرية منتخبنا الأولمبي.